وينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد. أستاذ كريم، أهلا بك، شكرا جزيلا لوجودك معنا. يعني خلال افتتاح هذا العدد من المدارس 42 مدرسة في محافظة بغداد، أكد رئيس الحكومة حاجة البلد إلى 8000 مدرسة جديدة. هل هناك خطة لإنجاز هذا العدد من المدارس؟ حياكم الله، تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. هذا اليوم طبعا كان واحدا من أهم الأنشطة المهمة التي تتعلق بالجانب التربوي بحضور سيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية ومحافظ بغداد وكل الجهات الساندة المعنية بافتتاح 42 مدرسة جديدة دخلت إلى الخدمة بدءا من هذا اليوم. جنابك تعرف أن هذه المدارس هي حاجة حقيقية وحاجة فعلية، خصوصا للمناطق المكتظة بالسكان، إضافة إلى توفيرها بيئة مدرسية جيدة، لأن هناك الكثير من المباني القديمة، لدينا ازدواج في بعض المدارس، لدينا اكتظاظ في بعض القاعات الدراسية والصفوف. لذلك هذه طبعا يعني هذا اليوم يأتي ضمن خطة، بالفعل هذه الخطة وضعت ضمن أولويات وزارة التربية ضمن المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس الوزراء قبل أيام. وبالفعل كان هناك الكثير من الاهتمام بهذا الموضوع. بالأمس كنا في وزارة التربية باجتماع وزاري موسع مع السادة المدراء العامين وكذلك كل يعني القادة التربويين في وزارة التربية، الذين يعني بدأوا من البارحة بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي سطر في أول هذه المهام، هو بلث الأبنية المدرسية وجهها سيد الوزير. نعم أستاذ كريم، لو سمحت لي، يعني هل هناك في هذه الخطة أسقف زمنية للعدد الذي ينجز؟ يعني هل هناك خلال هذه السنة مثلا 1000، السنة المقبلة نكمل 1500 وهكذا؟ نعم، بالفعل هناك خطة، يعني حتى في خطاب السيد رئيس مجلس الوزراء يعني ذكر ربما الحاجة، وأيضا ذكرت المدارس التي ستدخل الخدمة بالمرحلة القادمة. الخطة طبعا بالنسبة لنا كمؤسسة معنية وزارة التربية حتما ستكون بمتابعة المشاريع التي وعدتها والمشاريع التي تأتي طبعا من الجهات المانحة، إضافة إلى بعض المشاريع الأخرى من مؤسسات ثانية مثل محافظة الهمة عقدت بالفعل، وهناك إرادة بأن يكون ملف المنشآت وأيضا الأبنية المدرسية واحدا من أهم التحديات التي تريد هذه الحكومة وتريد هذه الوزارة أن يعني تحرز تقدما ملموسا وواضحا بها. ايضا يعني بعض المناطق لا زالت تعاني كثيرا عدم وجود نعم هذا واضح جدا. يعني لم نسمع من حضرتك اي ارقام، اي خطه بسقف زمني خلال 6 أشهر شركات كذا. وميزانية عام 2023 هل زادت من حصة وزارة التربية أم أنها ما زالت كما هي عليه في الميزانيات السابقة؟ سيدي الكريم، أنت تعرف أن الآن نحن في مرحلة إعداد موازنة البلد بشكل عام. الآن تجري التحضيرات الأولية. نعم أنا أخبرتك بأن مشروع الوزارة رقم 1 هو واحد من المشاريع التي كانت تتلكي في مرحلة ما، وتم دفع هذا المشروع وتحرك بالفعل وأنجزت فيه بعض المدارس، وهناك تقدم ملموس في بعض المدارس. الخطة القادمة لدينا أنه ممكن بعام 23 أن تدخل بحدود 1000 إلى 2000 مدرسة الخدمة. أيضا الخطة طبعا مبنية وفق سقوف زمنية، لأنني أشرت بالأساس إلى البرنامج الحكومي الذي أعطى مهن وأعطى مدة زمنية وأعطى سقوف زمنية بالمتابعة. وهذا الملف هو على رأس الأولويات، ولذلك يعني مبدئيا أنه هذا الموضوع هو خاضع لخطة وهي المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس الوزراء. نعم، من بغداد المتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد، شكرا جزيلا لك.